حبايبي جريد 5، تعالوا نتدرب على حاجتين تانيين، ان انا ادي لك نمبر واسال البليس فاليو بتاع ال1، انا حطيت اندرلاين او سيركل، يا 1 البليس فاليو بتاعك ايه؟ كلمه بليس فاليو يا حبيبي يعني انا ساكن في بيت مين؟ وكلمه انا ساكن في بيت مين؟ بص كده هنقسم، لو انا عملت كده 1 3 وادي بوينت 2 4، اسمع اللي قبل البوينت هول، الهول هما اللي احنا قلناهم زمان، ها ها 1 و10، ايوه كده 1 و10، ولو كان في حاجه تاني كانت تبقى 100. نقول تاني مع بعض، هو عايز ايه؟ بليس فاليو او بليس يعني انت في بيت مين؟ يعني انت في الونس ولا التنس ولا في الهندرد ولا ثاوزن ولا مليون؟ بس احنا خلاص السنه دي هنشتغل على ديسيمال، فمش هيبقى في نمبر كبير. اسمع بقى، طب لما اروح بعد البوينت ده بتاع مين وده بتاع مين؟ انا مال اقرر ده اول واحد بعد البوينت، انا في بيت التنث. تاني واحد انا في بيت الهندرد، ادي حبيبي البيوت اللي عليك، لسه في التالت ثاوزن ديث، بس احنا مش هناخده النهارده، لو انا قدرت اعرف. نقول تاني، يلا نقول مع بعض، لقينا ايه؟ يبقى اللي قبلها نقول عليهم ايه؟ هول، والهول ده فيه ايه؟ وفي في كمان ثاوزن وممكن مليون، في مشكله؟ رحنا بقى بعد البوينت، اول واحد بعد البوينت انت البليس بتاعك ايه؟ تنث ابو تي اتش يا مستر، واللي بعده 100، ولسه في واحد تاني بس مش عايزينه النهارده، في مشكله؟ طب استنى يا مستر، تعالى كده لو رحنا هنا، تعالوا كده نشوف الراجل ده، بص كده اهو، بس مش لازم يجيب لي تيبل، مش لازم يجيب لي جدول، بص كده بيقول لي يا 7، يا 7 البليز بتاعك ايه؟ اروح رايح للنمبر، ادي البوينت ده اللي على شمالها، يبقى دول في عيله مين؟ الوانس اللي هو وانس وتنس وهندرد، الهول العادي. رحنا بقى الناحيه دي، يا 4 انت البليز بتاعك ايه؟ اول واحد في الديسيمال تنث ابو تي اتش اس، تاني واحد في الديسيمال ابو تي اتش اس، تالت واحد ثاوزند. اصل انت لسه، انا معلش بس انا حبيت اوريك المساله، بتكتب كلمة ثاوزند وتزود لها ايه؟ نقول تاني؟ نقول تاني؟ نقول تاني، تعال بقى نرجع لمسألتنا اللي احنا بنشتغل فيها. بص حبيبي، هو حاطط لي اندرلاين عند مين؟ عايز البليس بتاع الوان. يا مستر انا هنا في عيلة الهول، والهول فيها ادي ده الوانس واللي بعده يبقى انا هنا في التنس. طب لو عايز الفاليو هنلعب لعبه جميله، لما بتتعب انت بتسال على مين؟ الوان 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 الوان، وعايز ايه؟ تكتب اللي بسال عليه، لو بسال على الثري تاخد الثري، بسال على الوان تاخد الواحد، بسأل عن التو تاخد التو، واللي على يمينها واللي على شمالها زيرو. ده لو انت خفت. انا دي لو انا قلت لك اقرا لي ده مش هتقراه 13؟ طب لو قلت لك الوان لوحده تقول لي ما انت قلت تنس، يبقى تن تن، تروح جاي تكتب تن. طب بص كده الطريقه الثانيه، انت قلت لي انا عايز الفاليو بتاع الوان، انا هاخد مين؟ واحده، وبعد كده لقيت مين؟ 3، اكتب مكانها 0، بعد كده البوينت لقينا مين؟ 2، اكنسلها واكتب مكانها 0، لقينا 4 0، يبقى لو كتبت 2 بس صح.
طب كتبت 10.00 برضو حبيبي صح. متخافش. قول تاني. طب تعالى نقول تاني يا مستر. اسمع يا بابا. احنا بنلعب اتنين. انا عايز هنا البليس وعايز هنا الفاليو. وحط لي الاندرلاين هنا او سيرف. يلا بالراحة. يا وان انت في بيت مين احمد؟ ايه؟ تنف ابو تي اتش اس. ايوه عشان انا رحت في البوينت وانا اول ديسمنت يبقى انا هنا سوري في بيت التن بس اللي هي معاها ايه؟ طب عايز الفاليو تحل بأني طريقه؟ انا شايف يا مستر ان انا انت بتسال على مين؟ اروح جاي اكتبها الفايف اكتبها وادي البوينت الثري اعمل كده حد مفيش حاجه صعبه حل يا عم بالطريقه اللي انت عايزها انا عايز اروح رمسيس معايا عربيه اركب عربيه ما معيش اركب باص ما معيش اخد اوبر اي ما يكون المهم يا عم وصلني وخلاص نقول تاني طب يلا نلعب تاني هادي 3.15 يلا حاطين اندرلاين عند مين؟ يلا كده ايوه كده كارما انا عايز الايه؟ بتاع مين؟ يا فايف انت في بيت مين؟ ايه اللي عرفك؟ شوفوني لما تقول ما تخافش ده اول ديسمنت ماليش دعوه بيه ده تاني تاني ديسمنت زي ما قالت الجميله دي قالت ايه كارما؟ 100 بس ابو تي اتش اس عشان ده ديسمنت طب عايز الفاليو اكتب الفايف الله بص بص اكتب الفايف في بعد منها حاجه لا. بس في مين بعد كده الله. اكتب مكانه زيرو. بعد كده بوينت. قابلتني زيرو بس يا عم طب تاخد انت وتحل يا بابا ولا برضو الدنيا لسه مش قوي تعالى يا مستر نطبق تاني على البليس فاليو والفاليو اسمع وتعلم يا مستر ال 32 دي قبل البوينت على الشمال فطالما على الشمال يبقى هنقول ال 2 دي في بيت مين؟ ال 2 في بيت وال 3 في بيت انا بسألك عن 3 يبقى تنس بص 10 ومعاها اس بس اي حاجة قبل العلامة ما فيهاش تي اتش اس عليت صوتك ليه؟ عشان انا بيت تعالى يلا بقى الفاليو ها احنا اتفقنا الفاليو انا شايف ان انتوا كلكم فهمتوا الفاليو بالطريقة هو بيسأل عن مين؟ يبقى ناخد طب والتو وادي البويت والسيفن انتوا كلكم فهمتوا الفاليو انتوا مشكلتكم في البليز فاليو ريماس بوت يور بن لما اشرح ما تعدليش روحي بقى في البيت وعيدي تاني ركزي انا براجع اهو يلا كلمه بليز فاليو الفايف دي على الرايت ولا على الليفت؟ على الرايت يا مستر يبقى هي في عيلة الديسمنت وطالما في عيلة الديسمنت يبقى ده الراجل ابو تي اتش اس تحاول تروح تعمل كده طب انت الاول ولا الثاني يبقى انا في بيت مين ادي كلمه 100 وازود لها ايه ليه عشان انا في الديسمل يلا بقى عايزين الفاليو للمره الثانيه كلكم بداتوا دلوقتي تعرفوها انا عايز الفايف اهي قبل منها 7 والبوينت وادي قول تاني حبيبتي عيني كده هو عايز مين في اليمين ولا الشمال في الديسمل ولا في الهول طالما في الديسمل يبقى هنزود عليها شكرا وهي اول واحد ولا تاني واحد اول واحد يبقى هي في بيت مين طب نعيد تاني اتعود اهو انا في الرايت
انا على يمين البوينت، على يمين البوينت، يبقى انا في عينه THS. طب انت الاول يبقى 10، طب انت الثاني 100، طب انت الثالث 1000. هو ده حبيبي اللي تروح تقوله. نعيد تاني. الفورد بعد البوينت. قول يا حبيبي معايا الفور بعد البوينت. مش لازم نصور. لو هي اول واحد تبقى تنث، لو هي تاني واحد هندرد، لو هي تالت واحد هندرد. انت الاول ولا التاني ولا التالت؟ الاول. يبقى انا ادي تن بس ابو تي اتش اس. روح يا بابا امسك بس دي وعدها. هو ده الدرس، بس عيد واشرح وبعدين امسك القلم واحد. اخر حاجه الفاليو. الحمد لله قلنا خلاص ده طلع جميل. انا عايز الفور، خف الفور. بعد كده ايه؟ بص بقى اللي جايه. طب الثري هكتب مكانها زيرو، والتو زيرو، والوان زيرو. بدل ما تعمل ثلاث زيار هو زيرو. زيرو واحد. خلص الدرس. حد عنده سؤال؟